إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتبعين الأوفياء في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش، وبالضبط بصحة 20 غشت أمام المحكمة الابتدائية القديمة. لأن جانبات تم تنظيف جانبات المحكمة القديمة من طرف جماعة العرائش، ولكن للأسف الشديد حلول جذرية ما حلول ترقية. للأسف انتم كتعرفوا بأن رغم التنظيف ديال للأسف جهودات قاموا بها عمال ديال جماعة العرائش مشكورين على العمل، ولكن للأسف الشديد حالة رجعت كما كانت عليها. طلبوا من الله أن تكون حلول جذرية وما تكونش حلول ترقية. إذا هذه هي المحكمة الابتدائية القديمة بقلب من مدينة العرائش، ساحة 20 غشت المعروفة بكوترو كامينو. ولكن بعد التنظيف وبعد المجهودات الجبارة اللي قاموا بها عمال النظافة، للأسف رجعت. للأسف بطبيعة الحال قاموا بالتنظيف ديال هذا المكان هذا، ولكن للأسف الشديد رجعت العادة الحالة كما كانت عليها. للأسف الشديد نتمنى من الله بطبيعة الحال أنه هذه المحكمة القديمة اللي دخلت في إطار التراث. لأن الصورة للأسف ولات يعني ملد أو مأوى عفوا للمتشردين واللي قطاع الطرق. نتمنى من الله بطبيعة الحال أنه يتم إعادة الاعتبار لهذه المنطقة لأنها كانت أكثر حيوية ونشاط. نتمنى كذلك من ساكنة المدينة بطبيعة الحال أنهم يحافظوا على هذا المكان وهذا الفضاء، لأنه تعتبر قلب النابض لمدينة العرائش. رغم أن جماعة العرائش قامت بتنظيف هذا المكان هذا، إلا أنه للأسف دار يوجع الأزبال إلى هذا المكان. شوفوا الوضع يعني. كيفاش كانت كيفاش ولات لأن مباشرة متبي الأوفياء متبي قناة شوف تبي مباشرة من أمام جنبات المحكمة القديمة اللي كانت عامرة بالأزبال. الحمد لله تدخل جماعة العرائش بطبيعة الحال، وقاموا عمال النظافة اللي مشكورين قاموا إزالة الأزبال. أن للأسف الشديد كانت الأزبال بزاف هنا، ولكن
نتمنى انه يتم الحفاظ والمحافظه على هذا المكان، ولكن للاسف الشديد كنشوفوا بان رغم النظافه ورغم المجهودات المبذوله فللاسف ان عودت او تقدر تعود ترجع الازبال لهذا المكان.